العربية شعباً حكومة قيادة سياسية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة شعباً حكومة ورئاسة. كل التحية والتقدير. النهاردة في الحقيقة هذا المصطفى العظيم، هذا المؤتمر الصحفي، يمكن دايماً من الحضور مؤتمر صحفي في بعض الإيفنتات الكبيرة. أنا أعتقد أن المؤتمر النهاردة هو علشان مرتبط بالخير فكل خير، وهذا التواجد لن يتجمع ويجتمع إلا إذا كان هناك نوايا خير. وماراثون زايد باسم زايد أكيد هو ماراثون خير. الحقيقة هذا الماراثون هو مش موضوع ماراثون، لكن الموضوع أبعد وأعمق بكثير جدا من كونه ماراثون. هذا الماراثون، هذه الاحتفالية الرياضية الثقافية الاجتماعية السياسية الاقتصادية الإنسانية، تلاقي كل المساندة والتقدير وبقوة إلى منظميها من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.